ناخذ بريك بس مع حبيبنا سنفور القحطاني ونجي لشاعر النسخة. ارحب ارحب يا مرحبا شاعر الجنتل. ارحب يا فيصل. احنا عسى ما يكون عندنا اسئله صعبه زي حمد وكون. لا انا ما راح اسال اسئله صعبه. اول شيء انا ودي تبي صراحه اسالك بعض الاسئله وهك فيها، بس انت عارف مكانتك عندي. أيوة. ما يطولني قلبي الراس يعني. اي كبدايه نبي نسمع شيء حلو من عندك. ابشر. انا عندي عمل تقريبا اجتماعي شوي. ايه يقول تعالي اخذي خفوري ثم وديني وديني، تعالي اخذي خفوري ثم وديني، تعبت من لعبة المجنونة والشاطر يا بنت، حبك عن العالم يسريني، معادلي فالبشر تقديره او خاطر، يسقيك ربي مثل ما انت سقيتيني، يجعل دارك عليها المزنة متماطر، انا احبك هو انت ما تحبيني، يتعبني الحب لو اني بعد فاطر، والله مدري وش اللي غيرك فيني، وانا بدوي من الاحزان متقاطر، قضيت عمري على طعنة سكاكيني، ورد الغرام انذبل من شمة العاطر، اسبوع قفى وشهر وعدة سنيني، رسمت قلبي على فرجارة ومساطر، خلاص يكفي عذاب الشوق يكفيني، وانا هنا من غيابك جالس وناطر، ما راح اخليك وانت لا تخليني، العشق له قصة ما هي على الخاطر. سلام. يا سلام. صحة أبدانكم جميعا. صحة أبدانكم جميعا. أقول ما فيك حيلة. ما عليك زود. والله العظيم مثل ما قال الإعلامي الكبير حمد السعيد، هذه كلمة المعروفة. الله يمسيه. فعلا ما فيك حيلة. ما عليك زود. الله الحين بعض المواقف. أيه؟ بعض المواقف انا اقولها فيصل، بعض المواقف تخلي خصوصا الشاعر تخليه يبرز في كل موقف ابيات او شيء خلد له او شيء يذكر له او شيء، يعني يكون رسمه جماليه له، خصوصا الشاعر او غير شاعر. تلقى مثلا الموقف الفلاني يكون لك حدث فيه، يكون لك مثلا مشاعر فيه، يكون لك شيء رمز فيه. يمكن مرت علينا جميع على المتابعين أن يكون مثلا الموقف الفلاني لك ذكرى فيه وكاتب فيه مشاعر خاصة. الشاعر تلقى يتميز بشعره، صاحب النثر يتميز بنثره، صاحب الخواطر يبرز خواطره في الشيء هذا. صادق. بس أنا عندي سؤال لأخوي عبد الله. أسلم. هل في قصائد لعبد الله الحافي دشنت مثلا عملت بشيلة وانتشرت قبل البرنامج، ولا فقط الشيلات اللي سمعناها في البرنامج هنا؟ لا والله في أعمال كثيرة كانت قبل البرنامج، في أعمال تقريبا اجتماعية، وفي أعمال وطنية، وفي أعمال هذا مع نخبة من المنشدين قبل البرنامج. كان تقريبا ما يقارب 30 عمل كان قبل البرنامج، 30 عمل لقى أصداء في الساحة الإعلامية. ويوم دخلنا البرنامج الحمد لله توفرنا في خلال تقريبا 80 يوم توفرنا ان نظهر تقريبا باعمال كثيره، يمكن اغلبيه انت تابعتها. صحيح. اللي هي اعمال كانت هذا ابرزها العمل اللي البارح صار امس بعد ما شاء الله. اي كان عمل امس العمل مبدع. العمل البارح والله كان عمل صراحه، يعني في اخونا الله يمسيه بالخير هالمنبر رشيد بن طاحوس. نعم. وكان من كلماتي ومن اداء اخواني المبدعين اللي هو بداح الحيم وجبر المداري. ورشيد يستاهل. ايوه يستاهل. والله يستاهل. وانت شاعر يعني جزل. ما عليك زود. تستاهل كل خير، ولكن نبي نحاول نبي نسمع منك بعض الاشياء بعض